اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نقول لكم بقى فقراتنا اللي هنبداها معاكم النهارده. احنا هنبدا باول فقره، هي فقره جميله جدا مع بقى الرياضه والنشاط والحفاظ على الصحه مع كابتن شريف اسامه مدرب اللياقه البدنيه، اللي هيقول لنا عن التمارين اللي احنا ممكن نعملها كل يوم في مكاننا في البيت، مش محتاجين امكانيات كتير عشان نكون دايما عندنا لياقه ونبدا يومنا بشكل مناسب. فقرتنا الثانية هيكون ضيفنا الكاتب الصحفي جميل عفيفي، نائب رئيس تحرير وجريدة الأهرام، واللي هيكلمنا عن قاعدة 3 يوليو البحرية وأهميتها، وكمان عن فيلم القرار، وهنستمتع مع بعض ببعض مشاهد الفيلم، وإن شاء الله الفقرة دي تنال إعجابكم. خلونا بقى دلوقتي نروح علشان نشوف مع بعض أبرز الأحداث والفعاليات اللي هتتم النهاردة في مصر، ونرجع لكم مرة تانية. اهلا بحضراتكم من جديد. خلونا نبدا اخبارنا معاكم النهارده من مشروع مهم جدا، وهو تصنيع اول حافله كهربائيه مصريه في اطار التعاون والشراكه ما بين وزاره الانتاج الحربي واحدى شركات القطاع الخاص في البلاد. المشروع اللي قال عنه مهندس محمد احمد مرسي وزير الدوله للانتاج الحربي ان الحافله هتسير في الخطوط المخصصه ليها بالمدن المصريه، وده كمان قبل نهايه 2021، وكمان هتكون متاحه للتصدير. الوزير يمها كمان قال في حديث لي انه من المقرر ان الطاقه الانتاجيه للحافله الكهربائيه المصريه دي هتكون حوالي نحو 350 مركبه سنويا، وان التصميم المصري راعى انه يكون صالح للاستخدام في المناطق الحاره والبارده. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن الحافله دي من محمد عيد بكر المتحدث باسم وزاره الانتاج الحربي. الو الو، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ تمام بخير الحمد لله. فندم، احنا كنا عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن الحافله واهميتها واهميه العمل بالطاقه النظيفه. مظبوط، ده تعاون ما بين الانتاج الحربي زي ما حضرتك ذكرتي والقطاع الخاص المصري ممثل في شركه ام سي في، يعني هو نموذج للعمل الوطني التام ما بين واحده من مؤسسات الدوله وهي وزاره الانتاج الحربي ومتمثله في مصنع 200، وشركة ام سي في وهي بتمثل القطاع الخاص. الحقيقة التعاون تم خلال الفترة اللي فاتت ان يكون في منتج مصري بتصميم مصري 100%، نسبة المكون المحلي فيه هتوصل وان شاء الله تعدي 60%. تم تجربة الاتوبيس خلال الشهور اللي فاتت من هيئة النقل العام بالقاهرة لمدة يعني 4 شهور او اكثر، استخدموا ما يقرب من 40,000 مواطن علشان نشوف تماشيه مع الشارع المصري وايه ممكن يكون محتاج تعديل او يعني تطوير فيه.
إن شاء الله الإنتاج الكامل يبدأ في أكتوبر 2021، مستهدف إن نوصل إن شاء الله في السنة لحوالي 600 أتوبيس إنتاجية. أستاذ محمد صباح الخير على حضرتك، ويعني هو ده شيء مفرح في الحقيقة أنه نبتدي نحط أسماء أو نضع أسماء ملوكنا العظام وجدودنا الفراعنة، لكن برضو عايز أعرف من حضرتك سر اختيار اسم سيتي الأول تحديدا لانطلاق أو لإطلاقه على أتوبيس التصدير كمان. أنا بحيي حضرتك، حضرتك أخذتي بالك من الاسم تحديدا لان احنا كنا قاصدين بيه اللغط، لان لما حد هيقول سيت باص او سيتي باص هتتقال بالمصري كده فكله هيعتقد ان هي كلمه سيتي مش سيتي. ولكن احنا كنا قاصدين يكون في ترابط حضاري، يعني ما بين ان ده اول منتج مصري وتصميم مصري زي ما ذكرت 100%، وبالتالي اختيار اسم ملك مصري ويعني واحد من الملوك المؤثرين في التاريخ المصري يكون على اسم الاتوبيس دي، يعني كانت يعني توجيهات من معالي الوزير بان يكون الاسم اللي نختاره ليه علاقه بالتاريخ المصري. طيب استاذ محمد، احنا الفتره الاخيره في وعي بشكل كبير على الطاقه النظيفه والسيارات الكهربائيه والكلام ده كله، تفتكر اهميه العمل بالطاقه النظيفه دي ايه؟ أكيد يعني محافظة على البيئة بشكل كبير جدا، محافظة على صحة الإنسان والمنتج يكون يليق بالمواطن المصري صحيا زي ما ذكرت، هنحافظ على حاجات كتير جدا بيئيا نفس الكلام. العالم كله بيتجه لأن تكون أو التحول من استخدام الوقود الأحفوري للطاقة النظيفة ده شيء مهم جدا، احتباس حراري طبعا، الاستخدام اتوبيس زي ده هيحاول يعني يقلل من الانبعاثات الحراريه، فاكيد يعني ليه فوائد كتير جدا. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التوضيح، ونقدر نقول ايه، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، ويمكن ده توجه من الدوله جميل جدا، حتى كمان اسماء الشوارع في مصر اللي كانت على بيطلق عليها اسماء المحتلين لمصر بقت تتغير باسماء مشاهير من الفن مصريين، بتتغير لاسماء شهداء من الجيش والشرطه، بتتغير لاسماء كمان جدودنا الفراعنه الحضاره المصريه القديمه، كل ده يعني كل دي عوامل مبشره جدا ومؤشرات لرفع الوعي عند المواطن المصري والاهتمام القيادة السياسية برفع الوعي عند المواطن المصري بأهمية جذوره وأصل جذوره. على مدار كمان الفترة اللي فاتت احنا شفنا قنوات كتير جدا بتتعمل على يوتيوب، وناس كتير عمالة تقول خلاص التلفزيون قريبا أو الإعلام التقليدي قريبا هتروح عليه وكله رايح ناحية الديجيتال. تفتح اليوتيوب انت مش ملاحق على كم المحتوى، مش ملاحق على بيبقى حتى موضوع واحد بيتكلم فيه اكتر من شخص، فبقتش عارف تعمل ايه بالظبط. لكن يا ترى هل من الممكن انه حد يقدم محتوى يعني يكون ليه مؤهلات معينه؟ اللي قصدي فيه اللي بيقدم محتوى ده على اليوتيوب، هل لازم تتوفر فيه مؤهلات معينه ولا اي حد كده ممكن يدخل يعمل يوتيوب ويطلع باي فيديو خلاص؟ يا ترى يا سلمى انت رايك ايه في الموضوع ده؟ والله انا رايي ان السوشيال ميديا عامه فعلا سلاح ذو حدين، بس هي الفكره ان لازم يكون زي ما بنقول على اي حاجه يكون في ترشيد استهلاك، يعني حتى الاولاد والاطفال والتينينجرز والكلام ده كله بقى في ابس كتيره دلوقتي تقدر تتحكم من خلالها ان ابني يشوف ايه وما يشوفش ايه، يعني اليوتيوب في يوتيوب كيدز ده تقدر من خلاله تتحكم ابنك يشوف ايه وابنك ما يشوفش ايه، فاحنا لازم طول الوقت عشان دي حاجه بقت شويه الكنترول عليها بقى صعب، لان اي حد بقى يقدر يعمل زي ما احنا قلنا فيديو، يقدر يعمل تيك توك، يقدر يعمل اي حد يقدر ينشر اي حاجه من الاخر. صحيح. فاحنا لازم من ناحيتنا احنا الديفنس بتاعنا ايه، ان احنا نعمل ترشيد استهلاك لينا ولي اولادنا كمان. ويمكن شويه انه ما بيبقاش فيه مراقب على محتوى اليوتيوب ده بيخلينا احنا مع مرور السنين نتعلم ان احنا اللي نكون رقباء على نفسنا، يعني طاقتك الابداعيه دي وتركيزك والطاقه الحيويه بتاعتك ما تقعدش كده تهدرها في اي فيديو ملوش لازمه او واحد طالع يعمل فيديو يضيع لك وقتك، الاهم من كده انه يكون فيديو فعلا ليه قيمة حتى لو ترفيهية، فبرضو دي في حد ذاتها قيمة. كتيرة كتيرة جدا اتشهروا وكانوا فعلا بيقدموا كونتنت او محتوى يستاهل انه يتشاف، يستاهل انه يتعرف، والسوشيال ميديا ادتهم فرصة او اليوتيوب ادتهم فرصة لده. احنا خلينا نشوف طبعا الناس في الشارع رأيها ايه بخصوص الموضوع ده ونرجع لكم مرة تانية.
ايه رايك في موضه قنوات اليوتيوب والتيك توك؟ هو بصراحه اليوتيوب والكلام ده كلام كويس وجميل، بس التيك توك هو عباره عن حاجه والناس اصلا واخداها بفكره تانيه. في ناس بتنزل مثلا زي برنامج التيك توك دوت، في ناس لو دخلت هتلاقي في ناس بترقص وبتاع، وفي ناس منزله برضو ايات قرانيه واحاديث وحاجات كويسه برضو الواحد بيستفاد منها. تيك توك بصراحه يعني مبوظ الدنيا، حتى لو بنت بتعمل حاجه البنات كلها لازم تقلدها. انا مش عاجبنا والله. في ناس بتستخدمها استخدام يعني مالوش، انا شايف انه مالوش اي لازمه، وفي ناس بتستخدمها استخدام كويس. ايه رايك في موضه قنوات اليوتيوب والتيك توك؟ ممكن اي حد يقدم محتوى على اليوتيوب ولا لازم يكون محتوى محترم؟ لا، على الاقل لازم يكون محتوى محترم، وعلى الاقل يكون فيه هدف من المحتوى اللي بيتقدم ده. مفيش مشكله لو حاجه فيها هزار، بس ما تبقاش فيها حاجه سوقيه، ما تبقاش حاجه فيها حاجه خارجه، مش الفاظ والحاجات ديت. شاف الموضوع يبقى له حدود، وعشان انت في الاول في الاخر انت بتقدم حاجه للناس كلها، ومفروض الناس كلها بتتفرج عليها، والمفروض الناس بتحب الحاجه اللي انت بتعملها، فانت تقدم محتوى محترم. هو المفروض ان كل واحد يقدم محتوى محترم سواء في التيك توك او في اليوتيوب عامه، لان دلوقتي السوشيال ميديا اتملت حاجات قذره. لا طبعا، ازاي لازم يبقى محتوى محترم؟ والله في ناس كتير بتقدم فيه، بس في محتويات هادفه وفي محتويات مش هادفه. يعني في ناس بتعمل فيديوهات مش عارف ايه، يعني ممكن يبقى قاعد فاضي كده يعمل فيديو، وفي ناس بتقدم حاجات ناس تتعلم منها. هو اي حد يقدم اي حاجه، بس لازم تكون محترمه. ليه؟ لان دي بتاثر على ثقافات بلاد. الشباب الصغير دلوقتي بيتفرج على كل حاجه وبيقلد على الفاضي والمليان. احنا مش لازم مش اي حد يقدم اي محتوى، لان المحتويات دي بتظهر لناس كتير، وفي اطفال وفي فئات عمريه كتير بيشوفوا الحاجات دي. بص، هو يعني في ذوق عام يعني لليوتيوب عموما. احنا المفروض يعني انا مثلا كمقدم محتوى المفروض احترمه، فاهم يعني؟ انا صح، انا حر اكيد في اي مجال انا اختاره بالنسبه لليوتيوب او التيك توك عموما، بس انا برضو مضطر ان انا احترم الذوق العام، واحترم الناس برضو اللي بتتفرج عليا، احترم الفئه العمريه اللي هتتفرج عليا. واضح من التقرير اللي كان في الشارع دلوقتي انه لحد كبير الشباب عندهم وعي بمحتوى اليوتيوب، ويمكن الكل اجمع على انه لازم احترم المشاهد اللي هيشوفني على اليوتيوب، ولازم اقدم محتوى ليه معنى. في الحقيقه الشهره في حد ذاتها مش قيمه، يعني دايما الشهره دي بيتقال عليها باي برودكت، يعني ده المنتج الجانبي للقيمه الاساسيه اللي انت بتقدمها. يعني مفيش حاجه اسمها انا عايز ابقى مشهور، لا، هو في حاجه اسمها انا هعمل ايه والشهره دي تيجي مش هتيجي، يعني مش ده الموضوع. ان هو الموضوع ما يتاخدش من الاخر زي ما بيقولوا شغل، يعني او زي ما بيقولوا بالبلدي كده سبوبه. في ناس كتيره داخله، يعني الست اللي كانت بتقلي سمك في غرفه، احنا مش عايزين نزود بقى شهرتها حاجه اكتر من كده، يعني حاجه يعني فيديوهات ملهاش اي قيمه. بالظبط، المخرج بيقول لي كان كفته ما كانش سمك، ايا كان يعني. انت نفسك في سمك شكلك كده جعانه. احنا كلنا جعانين على فكره. حاجه ملهاش قيمه خالص، انما في ناس فعلا فعلا زي ما قلت قبل كده بقول تاني، بتقدم حاجات فعلا تستاهل انها تتشاف. صح، والسوشيال ميديا بيدوها فرصه، فيا ريت زي ما قلنا برضو تاني نرشد ونعمل ترشيد لاستخدامنا للسوشيال ميديا. بالظبط كده، احنا مش ضد السوشيال ميديا، في الاخر انت بتقدم محتوى من خلال كذا بلاتفورم، سواء البلاتفورم ده كان هو المينستريم ميديا او الاعلام التقليدي بتاعنا او السوشيال ميديا، لكن في الاخر انت ايه القيمه اللي بتقدمها؟ يعني طبعا احنا مش بالعكس، ده يعني في قنوات للطبخ وللاكلات، ودي حاجه عظيمه جدا وصناعه قائمه بذاتها، لكن طبعا اما يتقدم المحتوى بشكل ركيك او ملوش معنى او ملوش قيمه، ما تديلوش انت اهميه بقى وتتفرج عليه وتديله فيور شيب والكلام ده، عشان الناس بس تبتدي ايه تركز مع نفسها. الناس بتديله اهميه نفسها. دي حاجه انا لازم اقولها، الاوفر ريتد الفظيع اللي على الانترنت. صح، بنشوف دعايه كتير حاجات حقيقي حقيقي ما تستاهلش. صح، وانت تجربيها بناء على الريت اللي انت شايفاه على السوشيال ميديا، الناس بتقول على حاجه دي خطيره، دي فظيعه، ما حصلتش، تروحي انت تجربيها تلاقي ايه ده يا جماعه انتوا بتهزروا ولا ايه؟ فالموضوع فعلا زي ما انا قلت بالبلدي كده بقى، ده المشي التجاري يعني. كمان ده ان انت بتشوفي المنتج بشكل، وعبال ما يجي لك الاوردر على البيت حاجه ثانيه خالص، دي حاجه ده هو ده الاوردر اللي ده مش ده على فكره. طيب اليومين اللي فاتوا، وبصراحه عشان ما اضحكش عليكم، يعني لحد النهارده الصبح الجو حر جدا جدا في الحقيقه، ويعني جو احنا فعلا مش متعودين عليه، وبقت كل الناس بتسال امتى بقى الصيف يخلص او الموجه الحاره دي تخلص، هل هتستمر الوقت طويل؟ يعني النهارده كمان لسه ما زالت الموجه حاره، والجو برده يعني بيخنق بصراحه. فتعالوا نشوف ونروح نعرف مع بعض حاله الجو النهارده في عدد من محافظات الجمهوريه، ونرجع لكم مره ثانيه.
حضراتكم شفتوا معانا يعني الصوره تتحدث عن نفسها. شفتوا درجات الحراره 45 45. يا مها بجد احنا بقى لنا فتره الموجه شدت يعني زياده عن اللزوم، بتهيألي ما عشناش فتره حر قوي كده زي الفتره دي صعبه يعني احنا داخلين على جو الخليج بقى والصغير. لا انا عايز اقول لك كمان على حاجه، يعني حتى الحر ده بالرطوبه دي على البحر برده بيخنق، يعني انت اذا ما نزلتيش الميه ما انت قاعده مخنوقه بره برده. يعني عارفه ازاي؟ لا يعني حقيقي الحر ده انا شخصيا انا من محب الشتاء جدا، فالحر بالنسبه لي انا حقيقي بقى مش عارفه اعمل معاه ايه. يعني انت عايز ايه بالظبط؟ وانا الناس بتوع السوشيال ميديا برضو اللي بيقعدوا يقولوا الصيف وسمر فايبس وحاجات كده، اول ما بشوف الجو الحر ده بعد انتوا فين؟ ما هي دي خناقه كل سنه خلي بالك. ايوه بتوع الصبر وبتوع كده يعني في الحر اللي احنا فيه ده. ولما تيجي بقى السيول بتاعه الشتاء يقول لك انتوا فين يا بتوع الشتاء والقهوه ومش عارفه فيروز. احنا لما قلنا هل يعني الصيف هيتلغي والشتاء هيكمل، ما احنا فين كلنا موجودين في نفس العالم بنحاول نتكيف وما انقرضش من قسوه الحراره. طيب خلونا هنروح بقى الايفنت يا جماعه، جميل جدا. واحنا بنتكلم على الجو الحر ده ويمكن كمان دار الافتاء طلعت افتاء مهمه جدا 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 على الموقع بتاعها وعلى صفحتها على على الفيسبوك، بتؤكد على اهميه ان الناس تسيب طبق فيه ميه للعصافير وللحيوانات اللي في الشارع علشان الحر ده لانه ثوابه كبير. وعلشان كده في مجموعه من الناس اللي احنا كلنا بنوجه لهم كل التحيه من خلال صباح الورد اللي عندهم رحمه بالحيوان، عملوا ايفنت لطيف جدا علشان التوعيه ورفع التوعيه باهميه الرفق والرحمه بالحيوان، وده بمشاركه عدد كبير جدا من الشباب اللي زي الورد اللي كانوا شايلين رساله مهمه جدا للجميع بيوصلوها ومفادها خليك انسان وارحم حيوان. احنا كمان بنطالب ان الرساله دي تكون قدام الجميع. ده طبعا الصور اللي شايفينها مع بعض دي من الحمله اللي نزل فيها بمنتهى التحضر شباب زي الفل، وتكون الناس كلها رحيمه بالحيوانات، نزلوا بالعجل حطوا اليوفط على ظهرهم يكتبوا فيها خليك انسان وارحم حيوان، وهي وان هي ترفع الوعي بان احنا ما نشوف حيوانات في الشارع بدل ما يبقى عادي كده نسيبهم او ناس تضربهم او تمارس. انا عندي جمله واحده يا مها الصراحه نفسي اقولها، لان انا مؤخرا شفت كميه التعليقات على بوستات تخص الحيوانات. ايه يا جماعه البني ادمين اولى؟ ايه يا جماعه انتوا رايحين للكلب سايبينه وسايبين البني ادم؟ معرفش ايه. هو في قطه دخلت، في سيده دخلت الجنه بسبب لا دخلت قطة. النار لما حبست القطه، وفي سيده وفي رجل دخل الجنه لما سأكلب من البير. صحيح ربنا ما قالوش بقى وقتها البني ادم اولى، ايه اللي انت بتعمله ده؟ يعني دي حاجه دي رحمه، ده كائن حي في روح من عند ربنا فهو كائن يعني يستاهل الرحمه. صحيح. فاحنا ازاي بنقعد نقول لا ما ينفعش وينفع؟ انت عارفه الغريب كمان يا سلمى اللي بستغرب له جدا، الناس اللي بتبقى مربيه حيوانات في بيوتها من زمان وتيجي على كلاب الشارع، يعني دي بقى ازدواجيه معايير، يعني تيجي على كلاب الشارع ما تعطفش عليها او ما تبقاش رحيمه معاها او شايفه ان حياتها مش مهمه وان دي ايه يعني اسمها عماله زايده مثلا او زحمه. كلاب موجوده في الشارع منتشره نسمهم بقى كانهم نسمهم. مع ان دول الاولى بقى بالرعايه، يعني دول الاولى بالعطف لان هم اوريدي موجودين في ظروف قاسيه، يعني دول مرميين في الشارع للبرد وللحر وللعطش وللخوف وللتعذيب والعربيات بتدوس عليهم تموتهم و الى اخره. فالجزئيه دي كمان مهمه جدا جدا جدا. والايفنت دي في الحقيقه جت في وقتها لانه في مشروع بقانون للرفق بالحيوان بيشمل البند بتاع الرفق بالحيوان، وهيكون في فقره طبعا هيبقى معانا سياده النائب احمد السجيني ان شاء الله هنحاول يكون معانا يوضح لنا بالظبط بنود هذا المشروع علشان برضو الناس اللي بتشرس حيواناتها او بتمشي بحيوانات شرسه في الشارع، كلاب شرسه وبتاذي بيها الناس. اللي مهم كمان قوي واللي احنا عايزين ان احنا نلتزم بالمعايير العالمية والعلمية في التعامل مع كلاب الشوارع وقطط الشوارع دي. أنا عايزة أقول الحديث بتاع القطة عشان نصلح بس الموضوع ويبقى واضح للناس كلها. الحديث معروف، يعني دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا أطعمتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض أو خشاش الأرض. خشاش الأرض بالظبط. فده حديث معروف، ولو احنا بنتكلم عن الادميه وبنتكلم عن الرحمه وبنتكلم عن الدين فمفيش اي مبرر، يعني مفيش اي مبرر ان احنا نقول ايه البني ادم اولى. طب البني ادم ما هو البني ادم بيجوز عليه الرحمه طبعا وكل حاجه، والحيوان نفس الكلام. لا معلش معلش يا سلمى، برضو البني ادم يعني كل مؤسسات الدوله وكل مؤسسات العالميه معموله عشان تخدم البني ادم. على الاقل البني ادم بالظبط ليه صوت، ليه ايد، ليه يقدر يتكلم، انما الحيوان اللي بيتسم ده واللي الاطفال اللي بيجروا كلاب وقطط في الشارع وحاجات كتير بشكل يعني صراحة مريبة يعني. صحيح.
خلونا نروح لموضوع كمان مهم جدا، وانه في عدد كبير من الناس بيتكلموا عنه مؤخرا، وهو اختيارات المدير الفني للمنتخب الاولمبي لثلاث لعيبه اللي هيكونوا معاه ويدعموا المنتخب. احنا طبعا عايزين نروح نشوف شارع رايه ايه في هذه الاختيارات، ونرجع كمان عشان نقول الاسماء اللي تم الاستقرار عليها. تفتكر مين الثلاث لعيبه اللي هياخدهم معاه شوقي غريب في اولمبيا طوكيو؟ وطبعا محمد الشناوي لا، عشان الاهلي وصل النهائي. متهيألي اي حد من الاهلي لا، هيبقى من الزمالك. ممكن يكون طارق حامد، ممكن ياخد محلي، ممكن ياخد طارق حامد، وممكن ياخد محمد ابو جبل، وياخد مثلا محمد صلاح كده مش هيروح، ولا مصطفى محمد، وياخد احمد حجازي. ممكن ياخد طارق حامد، و ممكن ياخد الونش، ممكن محمد صلاح، ممكن احمد حجازي. طبعا كابتن صلاح ده موضوع منتهي، مفيش نقاش ولا كلام. ممكن النني، محمدي، طارق حامد والونش وحجازي. اعتقد ان ممكن ياخد حد من الاهلي بعد ما الاهلي وصل لبطوله افريقيا النهائي. مش عارف، بس انا لازم اللعيبه بتاعت الاهلي تروح يعني المنتخب، ولازم ان هم يشاركوا في حتى بعد الماتش، حتى بتاع النهائي لازم يخلصوا الماتش ويسافروا حتى على اليابان. يعني ما اظنش، لا هو ما اظنش، هو ممكن الاهلي يعمل كده بس صعب. هو دي طبعا راجع لاداره النادي الاهلي، بس اللي انا اعرفه ان البطوله دي مش رسميه، يعني يجوز ان انت تسيب حد يقدر يشارك او لا. اكيد طبعا محدش هيقدر يقول للمنتخب لا، ده موضوع منتهي وخلصانه. خلينا نخرج المشاعر بره الموضوع، دي كوره ودي منظومه كامله، فاللعيبه ماضيه للنادي الاول، فموضوع المنتخب ده اختياري. لو هو يقدر يستغنى عنهم كان بها، لكن لو ما يقدرش خلاص. مش عارف، بعد ما وصلت كايزر تشيفز بيبقى في محاولات لتقديم الميعاد، فلو تقدم الميعاد تمام ممكن يسمح لهم ان هم يسافروا. ممكن يعني، ومش هيحتاجوا كتير، لان الاهلي ممكن يعمل سكور في الماتش الاخراني، انا متاكد من كده. يعني لاعب فريق في مستوى غزل المحله او اقل من غزل المحله، فممكن يجي في الماتش الاخراني اودي طاهر محمد طاهر، يعني اخد من الاهلي طاهر محمد طاهر ده بالذات، واكرم توفيق. طيب بعد ما شفنا رأي الشارع واختياراته في اللعيبة اللي تحقق الفارق مع المنتخب الأولمبي، خلينا نقول الأسماء اللي تم الاستقرار عليها، لأن التقرير ده الحقيقة اتعمل قبل ما يتم الاستقرار على الأسماء. الأسماء اللي استقروا عليها هي الشناوي وأحمد حجازي والونش. خلونا بقى ناخد الناقد الرياضي أحمد عادل ونسأله ليه الأسماء الثلاثة دي. صباح الورد. صباح الورد. ازاي حضرتك يا فندم؟ وبرحب بحضراتكم. اهلا بيك. انا عايزين نعرف بقى ليه الاسماء الثلاثه دول بالتحديد. يعني بحسب التصريحات الاخيره للكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي، فهو اكد ان هو كان بحاجه لتدعيم مركز حراسه المرمى، خاصه لو كان الامر يتعلق بمحمد شناوي حارس مصر الاول كما هو وصف يعني. طيب، فبالتالي تم اختيار الشناوي، وواضح جدا ان كان محتاج تدعيم في خط الدفاع، ويعني والدليل على كده ان هو اختار اثنين بين دفاع يعني، ودي كانت مفاجاه لعدد كبير من الجماهير. طب ليه ما دمش اختيار صلاح ومصطفى محمد؟ بالنسبه لصلاح ومصطفى محمد طبعا كانوا في قائمه المنتخب الاولمبي، ولكن هي انديتهم اللي رفضت، يعني ليفربول ابدى رفضوا انضمام محمد صلاح للمنتخب، ومصطفى محمد مهاجم مصر، مهاجم منتخب الاولمبي الاول، برضه جلطة سراي التركي رفض ان هو ينضم للمنتخب، فالامر مش بيد كابتن شوقي غريب، يعني ده امر قهري. نعم. امتى هيحصل التجمع قبل السفر لطوكيو؟ يوم الخميس ان شاء الله هيبدا المعسكر الاخير بقى، وخلاص اخر معسكر قبل السفر لطوكيو ان شاء الله. وكل التوفيق للكابتن شوقي غريب، معاه قائمه قويه ومعاه عناصر مبشره، وفي توقعات كبيره ان شاء الله ان هو يقدر يحقق ميداليه لمصر في طوكيو. طيب بعد التعادل بقى الاخير ما بين الاهلي وبيراميدز، يعني توقعاتك ايه للدوري؟ طبعا التعادل الاخير خلى خلاص الدوري بقى على صفيح ساخن. الاهلي عنده مؤجلات كتيره الفتره اللي جايه، مطالب ان هو تقريبا يكسب 7 مباريات عشان يلحق بنادي الزمالك، او بمعنى اخر ان هو يكسب 6 ويتعادل ماتش على الاقل عشان يلحق نادي الزمالك. اي تعثرات اخرى للاهلي
هتدي افضليه للزمالك في الترتيب. فطبعا منافسه شرسه جدا جدا، خاصه نادي الزمالك اداؤه تصاعدي في الفترات اللي فاتت، والمباريات المتبقيه ليه مش على نفس صعوبه المباريات المتبقيه للاهلي في مشوار المسابقه. طيب بنشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي احمد عادل. اما دلوقتي خلونا نروح نشوف خدمات صباح الورد اللي بنقدمها لكم وبنقدم لكم فيها اسعار السلع الاساسيه والذهب والعملات، ونرجع لكم مع اول فقراتنا. ورجعنا لكم مره تانية مع اول فقراتنا النهارده، وزي ما احنا متعودين مع كل بدايه اسبوع لازم نقدم لكم طاقه حلوه كده ونصايح ومعلومات مفيده. كتير مننا بياخد قرار انه يبدا يلعب رياضه وينزل جيم، ولكن في الاخر بنكسل، ويوم السبت اللي هنبتدي منه ده دايما ما بيجيش. بس على الاقل لازم يكون يومنا فيه شويه تمارين، شويه اكسرسايز بسيطه كده الصبح من البيت. عشان كده النهارده بينورنا في الاستوديو كابتن شريف اسامه، مدرب اللياقه البدنيه، واللي كمان ليه تجربه ملهمه جدا جدا وقصه تحول كبيره جدا 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 هنعرفها منه دلوقتي على الهواء. خلينا نرحب بيه. صباح الورد عليك. صباح الفل. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ انا بص وانا بقدم الفقره تحس ان انا عايزه اقوم بقى، فاهم، ابتدي تمرينات الصباح وحاجات كده. طيب احنا انا عايزه بس الاول اتكلم عن قصه التحول الفظيعه. انا الحقيقه ما شفت الصور انبهرت. يعني احنا بيبقى الواحد عنده 2 كيلو زياده مش عارف يخسهم، لايص فيهم، لا وبيزود عليهم بعد كده اجي اخسهم، عارف كل ما الم البنطلون الجاكيته تضرب بالظبط تيجي تخس ال 2 كيلو، فتعمل دايت جامد قوي قوي، فتقعد لك مثلا اسبوعين ثلاثه، ترجع رابع اسبوع بتاكل بشراهه بقى عشان انت اتخنقت من الدايت وما لقيتش نتيجه قوي والكلام ده كله. انا شفت الصور انت خاسس اكتر من 55 كيلو بالظبط، يعني ده وزن بني ادم تاني، مش بس خاسس، لا لياقه وعضلات وفت وبتدرب ناس. ازاي؟ انا عايزه البرشامه، يعني اديني الكبسوله على طول. الكبسوله كلها في الوقت الصراحه، لان انا كنت من زمان وانا رياضي وبحب الرياضه وكده. يعني انت اصلا كنت رياضي؟ يس بالظبط، كنت بلعب جودو وباسكت وكذا رياضه يعني. وكنت شخص اكتف عامه، بس كنت دايما بعاني من الوزن ومن طريقه الاكل والتمرين وكل حاجه. لحد ما جيت كده قبل ما اخش الجامعه جات لي اصابات وحاجات كده، طبعا بسبب الوزن الزايد، لان طبعا يعني الشخص الاوفر ويت بيبقى مفاصله ضعيفه شويه. احنا معانا الصوره على الهواء يا جماعه. انا يعني مش انا مش عارفه يعني مها
ايه مها مش قادرين نخس 2 كيلو انا مش عارفه انا كيلو شخصين مختلفين يعني حقيقي تحول جذري احنا شايفين اتنين شخصين مختلفين فعلا لا بس انت شايفه الصوره تفرح يا جماعه طبعا. الصوره تفرح يعني بجد بس شريف عايز اقول لك غيروا حياته في ناس كتير لما بتشوف ده تقول لك اه عشان هو شاب وصغير في السن فالخساسان عنده بقى سهل انما أكيد. كل ما بتكبر في السن بيبقى صعب قوي ان انت تخس هل المعلومه دي اصلا صح هي صح لان الحرق طبعا مع السن بيبتدي يقل دي حاجه يعني بيولوجيه طبعا في طبيعه الانسان بس هو الفكره مش في السن او غيره هو فكره الواحد يحافظ على الوزن اللي هو خسه دي اصعب حاجه اي حد ممكن يخس ان شاء الله 100 كيلو ويردهم تاني على طول في خلال كام شهر في اي مرحله عمريه طبعا طبعا بس هو الفكره في الحفاظ على الوزن وده بيجي بقى من طريقه الاكل ومن طريقه التمرين ومن طريقه الحياه عامه اللايف ستايل عامه تظبيطه هو اللي بيؤدي ان الواحد يفضل محافظ على وزنه اللي هو خسره يعني اجابتك على ازاي شريف قدر يعمل ده ان انت خلقت لنفسك لايف ستايل يبقى هو ده اللي انت ماشي عليه على طول بالزبط. مش ان انا بقى بقلل اكل او بلعب رياضه لفتره معينه اوصل للتارجت واقوم ايه راجع تاني بقى بالظبط بس خلينا ما نعديش الصوره دي مش سهل كده انت امتى قلت لنفسك لا شريف انا خلاص انا هبقى شريف تاني انا هبقى شكل تاني انا اهتم بصحتي انا اهتم بشكلي ومظهري لان انت مش غيرت اللي هو خسيت في ناس كتير بتخس بس بتخس اللي هو ايه تمام كده انا قادر امشي واتنفس احسن لا انت خسيت وبقيت مدرب لياقه بدنيه وانت في الاصل دكتور انا عارفه ان انت دكتور فانت ايه اللي خلاك تعمل كده وامتى قلت لنفسك انا هتغير خلاص مفيش كلام هو القرار جه لما انا لقيت ان انا مش عارف استغل صحتي في يعني انا كنت برضو لسه صغير قوي على ان انا افضل قاعد مش قادر اتحرك مش قادر اشارك مثلا في ان انا انزل العب كوره مثلا حاجه ناس كتير بتعملها مش عارف مثلا انزل العب كوره مش عارف اتحرك كويس بس فمن هنا بقى جه القرار اللي انا عايز ابتدي لا انا عايز اشوف حل تاني للموضوع فمن هنا بقى جت القرايه والشغل على نفسي وابتديت اشتغل يعني على نفسي في الموضوع ده وده برضو اللي حببني في حته التدريب او الكوتشنج عامه ان انا طبعا لما الواحد بيخس ناس كتير بتيجي تسال انت خسيت ازاي فلقيت ان انا عارف اعمل امباكت او تاثير على حياه كذا حد يعني خصوصا مثلا السيركل اللي انا فيها دايرتي اصحابي وكده والعيله لقيت الناس كتير بتيجي تسال احنا عارفين العاده دي يعني انا جالي كورونا بعدها بقيت بكتب روشتات بالظبط انت بقى الدواء ايه هنعمل ايه الكلام. اوكي بالزبط. فلقيت نفسك دي حاجه انت قادر تستغلها بالزبط. وتبقى كوتش بالزبط. طب شريف ده يعني بدنيا نفسيا هل يعني تقل الوزن ده او الوزن الثقيل ده بيفقد يعني كان مؤثر على ثقتك في نفسك طبعا اكيد خصوصا مثلا في حاجه زي اللبس دي من اول الحاجات اللي انا كنت عايز اسال السؤال ده اثرت على الواحد يعني اللي هو تنزل بقى تشتري لبس كانت حاجه طبعا مشكله يعني لا احنا كانت مغامره يعني بالظبط فللاسف يعني طبعا وخصوصا ان كل يعني لما الواحد بينزل يشتري لبس في حاجه يعني هو اوفر ويت او كده بيبقى صعب ان هو يلاقي حاجه هو حابب يشتري الموجود فطبعا دي من اكتر الحاجات اللي بتاثر على يعني نفسيه الواحد عامه طيب ناس كتير بتستصعب قوي موضوع لعب الرياضه ليه بقى هتقول لك انا لسه ما عنديش وقت اروح الجيم طب انا لسه هروح مش عارفه فين اروح فين فاحنا بقى عايزين يعني نبطل كلام ونبتدي نعمل الفعل لان انت جايب لنا شويه تمرينات ويمكن بامكانيات بسيطه جدا سهل قوي تبقى متوفره في اي بيت في اي مساحه لان برضو في ناس هتقول لك لا انا بيتي ضيق انا ما عنديش جنينه مثلا العب فيها رياضه ما عنديش وقت انزل جيم بالظبط فاحنا عايزين نقول ان كل دي يا جماعه حجج مالكوش اي حجج لما تعرفوا وتشوفوا شريف ايه التمرينات اللي هيوريها لنا دلوقتي دي انت هتورينا تمارين نقدر نعملها كل يوم الصبح 10 دقايق صح كده ودي هتفرق معانا جدا في الشيب بتاعنا ونتون البادي بتاعنا والكلام ده كله وهنزود الحرق بيها اكيد طبعا يلا يا شريف يلا هقوم اعمل معاك دلوقتي بالفستان والكعب ده بصراحه يا جماعه شغلونا نقدم طراره كده عشان انا ما هنقوم طيب انا مبدئيا بحب ابتدي التمرين بحاجات اسمها كور اكتيفيشن يعني تمرين تسخن البطن مش مجرد عشان بطني يبقى شكلها كويس بس عشان بتسخن درجه حراره الجسم كله تخليني اسخن بسرعه يعني طيب اللي مطلوب سجاده يوجا صح يوجا مات يوجا مات بالظبط ودي كاتل بال دي اسمها الحاجه ايه؟ كاتل بال دي انا جبتها قصدت اجيبها لان دي يعني ممكن اجيب حاجه واحده تبقى عندي واعمل بيها بروجريس في كذا تمرين طب اجيب وزن كام عشان بس ما احسش بمزق في العضلات لا ببتدي طبعا بوزن انا قادر عليه وحتى لو الوزن ده ابتدى يبقى خفيف عليا ميزه الكاتل بال ان انا ممكن اعمل بروجريشن ليه يعني انا ممكن افضل اتقدم بيها بنفس الوزن لان انا بعمل حاجات اصعب ما على نفسي يعني اجيب حاجه وزن انا قادر طبعا طبعا يعني يعني ايه نقول 3 كيلو 5 كيلو 5 كيلو احنا نص كيلو يعني وعيش فينو وانت لا انت وانا بفكر ما عرفت يلا بينا اول حاجه في البطن طبعا ابتدي باكتر حاجه سيمبل بالنسبه لي وهي حاجه اسمها كرانشز دي بتسخن البطن بس الفكره ان الناس كتير قوي بتعملها غلط الناس بتمسك رقبتها وتعمل كده صح فولا منها سخنت بطنها ومنها اذت رقبتها صح اللي انا بعمله ان انا كويه على الارض دقني بصه لفوق ببتدي اطلع لفوق وانزل واحده واحده لحد الاخر
اطلع لفوق وانزل واحده واحده لحد الاخر لحد ما الموضوع يبقى سهل. بعمل مثلا 20 عده بثبت فوق، يا اما بطلع للاخر خالص والمس رجلي، يا اما وانا هنا ببتدي ان انا احرك جسمي يمين وشمال بحيث ان انا بسخن الكور بتاعي كله. ودي من اكتر حاجات بتخلي الواحد يتفادى اصابه القطنيه مثلا، لان الناس كتير عندها مشاكل في القطنيه واللور باك ده، فببتدي ان انا اسخن المنطقه دي كلها وارفع من درجه حراره الجسم. هل دي بتقوي عضلات البطن؟ اه طبعا، وبتشدها جدا طبعا. أوكي. جدا، وده لازم طبعا عشان الواحد يبتدي تمرين حتى وهو. طب نعمل كام عده المينيمم يعني؟ المينيمم اللي انا ببتدي مثلا بحركه سيمبل زي الكرانشز بعمل حوالي 20 عده مثلا. اوكي. وبعد كده اثبت شويه وابتدي اعمل مثلا 20 عده من دي اسمها هيل تاتشز، الحركات اللي هي الجانبيه دي. ليه كده يا شريف؟ انا كنت لسه هقول لك 8 عدات، ايه 20 عده دي؟ كده هنزعل من بعض. 8 عدات ممكن بقى الحاجات اللي قدام يعني المتقدمه شويه. يلا احنا معاك، ورينا بقى ال 10 دقايق هنعمل فيهم ايه. طيب انا ببتدي بعمل 20 عده من الكرانشز دي، ابتدي اسخن بطني، بعد كده بثبت شويه اعمل زي ما قلنا الهيل تاتشز، بعد كده بعمل حركه الناس كتير فاكراها ان هي مجرد لور بودي، بس دي برده بتسخن ظهري والقطنيه وبطني، حاجه اسمها جلوت بريدج، بزق لفوق بالراحه خالص بسكويز رجلي جامد وانزل تاني، ازق بالراحة خالص واسكويز رجلي تاني جامد وانزل تاني، تمام؟ دي برضه بتسخن القطنية واللور باك. بعد كده عندي حاجة مهمة قوي اسمها ديد باجز، برفع ايدي لفوق ورجلي لفوق هنا، ابتدي ازق رجلي لقدام وارجع، ازق رجلي لقدام وارجع، دي ميزتها ان هي بتثبت ظهري فبطني بس اللي بتبقى شغالة، فدي أكتر حاجة ممكن أحسها في بطني، تمام؟ بعد كده لما تبقى سهلة ببتدي إن أنا أحرك ايدي معاها لورا وأرجع تاني، أحرك ايدي معاها لورا وأرجع تاني وهكذا بالشكل ده. دول بالنسبه لي اهم ثلاث تمارين ممكن اعملهم من الوضع اللي انا فيه ده، الوضع اللي انا على ظهري. اوكي. بعد كده ببتدي اتقلب لقدام. ده لو حد ما كانش بيلعب رياضه خالص طول حياته، يعني طبعا لسه ما عندوش اي نوع طبعا من الفتنس، لسه خالص، هيبقى اوكي بالنسبه له ولا تبقى تقيل عليه؟ لا لا، الحاجات دي كلها يعني بيجنر ليفل خالص، وحاجات عشان هقدر اعملها في البيت. لان الحاجات الادفانس بقى ممكن ازود اوزان وكده، بس دي عشان اعملها من ليفل البيت يعني. طب اللي معاك دي الدمبل دي كام كيلو؟ لا دي 20. اه اوكي، لا شكرا. قلت لك تومي. ايوه انت خليني تومي جبنه رومي. بس بعد كده ببتدي انزل هنا على ايدي وعلى ركبتي، بعمل حاجه اسمها بيرد دوج، بزق برجلي لورا وارجع تاني، بزق الرجل لورا وارجع تاني، دي برده بتشغل بطني الكور بتاعي من تحت، بتشغل رجلي كلها، بتعمل اكتيفيشن للور باك بتاعي عشان برضو ما يحصليش اي اصابات واتفادى الاصابات. لما بتبقى سهله ببتدي ان انا احرك ايدي معاها، بفرد وارجع تاني. ده في اليوغا، ده بوزيشن يوغا خالص. بوزيشن يوغا مهم جدا يعني ناحيه اللياقه البدنيه، مهم جدا لان هو برضو في حاجه منتل فيه اللي هو بتحكم في جسمي كله في صحيح في الموفمنت نفسه، بتعمل بالانس كمان بالظبط. بعد لما بعمل التمارين دي برضو ممكن 15 20 عده في السايد، ببتدي ان انا اعمل حاجات اسمها ستابيلايزيشن، تمام؟ اللي هي بلانك، ناس كتير قوي بتعملها البلانك. يس، بنزل هنا بفضل ثابت هنا. من الغلطات بقى ان هي ممكن يا اما ابقى فوق قوي كده، يا اما يبقى وسطي تحت خالص هنا. انا احب ان انا ابقى وسطي تبقى بارل الارض ستريت لاين بالظبط، وافضل ثابت هنا. ممكن اثبت حوالي 30 ثانيه. دي برضو عضلات البطن والكور. بطن وكور، بتثبت لي البطن والكور بتاعي كله. ومنها بقى الوجع بقى اللي احنا هحسه هيبقى في الثايز وفي البطن. في الثايز شويه وفي البطن. المرحله اللي هي في البطن المين، يعني الوجع المين بيبقى في البطن، في البطن منطقه البطن بالظبط. اعتقد الاوجاع في ممارسه البوزيشنز بتاعت الرياضه بتكون مؤشر انت عامل البوز صح ولا غلط. بالظبط صح. فيعني كل يعني كل بوز برده وضح للناس أكيد. اللي هو ايه يعني انت تبقى عارف ان انت عامله صح لما تحس بوجع هنا او وجع في بطنك. اكيد اكيد. يعني مثلا في البلانك مثلا بحس بوجع، ببتدي احس بوجع في منطقه البطن هنا، ممكن ابتدي ان انا احرك رجلي لفوق كل رجل لوحدها، بحس ان انا هحس بوجع اكتر في اللور باك بتاعي، عشان دي برده مش اللور باك، اسف، في الجلوتس بتاعتي او الخلفيه بتاعتي. دي برده من الحاجات اللي الناس كتير مش بتحسها، اللي هي مجرد بتبقى ثابته بس وخلاص. فانا ببتدي احرك رجلي بحس لو مش بتحس بوجع فالتمرين كده غلط، لو بتحس بوجع كده التمرين صح. يعني انا ببقى عايز افهم حد ان هو مش لازم تشيل وزن، المهم ان انت تبقى حاسس بالحركه في الاول. أوكي. يعني مش لازم افضل اشيل حد مصر، يعني رحت للعضله صح. بالظبط. اوكي بس أوكي. فدي ممكن التمارين اللي انا ببتدي اعملها، ممكن ابتدي اعمل حاجه اسمها هاي بلانك، بس بتفوق ومنها ابتدي ان انا اعمل حاجه اسمها ماونتن كلايمبر، دي برده بحسها في بطني، بشتغل براحه خالص. في ناس كتير بتعملها بجري ما تحسش بحاجه في بطنها، ابتدي ان انا احركها بالراحه خالص. وممكن 20 عده برده، 20 عده برده كل سايد، ابتدي ان انا احسها في بطني برده. وبعدين اخر حاجه مثلا ممكن اعمل حاجه اسمها شولدر تابس، تمام؟ دي فيها ابر بودي شويه،
اوكي لسه خان الابر بودي بتاعي شويه، بحسها في كتفي، بحسها في الترايسبس، بحسها في بطني برضه. اوكي بعد كده ممكن انتقل بقى لحاجه زي الكاتل بال، ممكن اعمل بيها كام تمرين كده. تورينا بقى. يلا طيب يعني طالما هتمرن في البيت فبالنسبه لي يعني اهم حاجه ان انا بقى عامل تمارين اسمها كومباوند، اسمها كاتل بال. كاتل بال كاتل بال. تمارين الكومباوند دي اللي هي بتحرك كذا جوينت في الجسم. فاول حاجه فور اكزامبل اسهل تمرين سكوات، بقف بس ان الكاتل بال على صدري من فوق كويس لفوق، ببتدي ان انا انزل للاخر واطلع للاخر. اصعب حاجه في الدنيا بقى السكوات. اصعب حاجه في الدنيا بجد. واخطر حاجه لو ما اتمرنتيش صح على ان الوجع كله بقى في السايز، في السايز كله وفي الجلوتس طبعا. اكيد. فعشان كده انا في الاول بقصد ان انا احرك حاجات فيها جلوتس عشان احس بالسكوات فيها. ايوه بس فالسكوات بمسك هنا رجلي واسعه. بس اقول لهم بقى نعمل ايه بالظبط عشان انا عارفه ان الاكسرسايز ده فعلا غلط جدا على الركب لو اتعمل غلط. اكيد طبعا. فنعمل ايه ونقف ازاي ونوطي ازاي والكلام ده كله. انا الفكره كلها ان انا برفع الوزن لفوق كواي لفوق، شد ظهري، رجلي بتبقى وسع كتفي تمام، بزق ركبتي لبره، ما بنزلش لقدام او بنزل بركبتي لتحت. بزق الهيبس بتاعتي لبره وركبتي لبره، ابتدي اكني هقعد على كرسي ورايا واقوم تاني، اكني هقعد على كرسي لورا واقوم تاني كده. انا شلت كل اللود من على رجلي، مع ركبتي اسف، كل اللود بقى على رجلي وعلى اللور بودي بتاعي تمام. بعد السكوات ممكن بقى بنتقل بقى لتمرين يبقى فيه ابر بودي شويه، وده تمرين الظهر اسمه باك رو، عشان ناس كتير بتبقى ضهرها عامل كده. ده من احسن التمارين اللي تخلي الظهر يفرد لورا لو حد بيقعد كتير او كده. اوكي هايل. بمسك كاتل بال كده، بوطي الشاس بتاعي لفوق، صدري لفوق وشادد ظهري، وظهري بحاول اخليه على نفس مستوى الارض، بارل الارض. اوكي ابتدي ان انا اشد الكاتل بال لفوق وانزل تاني، شد وانزل تاني. في ناس كتير بتعملها غلط، اللور باك بتاعهم هو اللي شغال. فاهم حاجه ان انا ابقى فارد ظهري، اللور باك بتاعي مفروض، بشد البطني وانزل تاني بالراحه قوي. ده بالنسبه لتمرين مثلا للابر بودي. في بقى حاجات ممكن استخدمها على الارض، تمارين للتشست او تمارين للكتف برضو. هنا بمسك الكاتل بال بتاعتي، ببقى قاعد على ركبتي ثابت شادد بطني، زق لفوق وانزل بالراحه قوي، زق لفوق وانزل براحة قوي. دي الايفكت بتاع فوائدها ايه دي؟ عشان ايه؟ عشان تفرد القتب بتاع الكتف. اول واحده اللي هي بتاعه الظهر عشان تفرد القتب لورا. ودي نفس الكلام لان انا لما ازق ايدي جنب ودني بتحرك حاجه اسمها سكابيولا في ظهري. سكابيولا بتاعه ظهري لما بتبقى كده تشد الظهر لورا. طيب ايه الاوجاع بقى؟ احس بوجع في انهي منطقه؟ طيب وانا بحاول. اول واحده طبعا السكوات بحس في رجلي. اوكي. تاني واحده بحسها في ظهري من فوق. أيوة. يعني انت برضه بتحس بوجع يعني حتى لو انت مدرب وكل حاجه؟ نورمال بتحس بوجع مش حتى عشان مبتدئ؟ يس يس. حتى لو انا معيش وزن اكيد هحس بوجع لان انا شغال صح وعارف انهي حركه بتتحرك بتمرن يعني معايا. هل في تمرينات معينه للستات وتمرينات معينه للرجال وتبقى مناسبه اكتر، ولا ده لبوث سكسز يعني؟ لا لا ده ينفع لبوث سكسز. اعتقد في الاوزان بتفرق. هتفرق في الاوزان طبعا، وهتفرق في البروجرام بتاع التمرين نفسه على مدار الاسبوع. يعني بتهيألي الرجال اغلبهم بيبقوا عايزين مثلا درع كتف كل الكلام ده فبيركزوا عليه بشكل اكبر. الستات العكس مثلا لور بودي او بطن او كده. فالبروجرام طول الاسبوع هو اللي بيتقسم على اساسه التمرين بس. بس هي نفس الحركات للاثنين؟ اكيد اكيد نفس الحاجه للاثنين، يعني الحاجات دي كلها جنرال للاثنين. ايه الحالات اللي تمنع ان انا امارس التمرينات دي؟ يعني لو في ايه الاصابات اللي ممكن تكون موجوده في الجسم تمنع ان انا؟ طيب انا بالنسبه لي ما بحسش ان في اصابه ممكن توقف حد ان هو يتمرن حاجه معينه، بس اهم حاجه التسخين، واهم حاجه ان انا ابقى عارف انا بعمل ايه. يعني انا مثلا في السكوات زي ما قلت ان انا بنزل بظهري لورا، في ناس كتير بيجي لها اصابات في الركبه او في القطنيه في السكوات لان هي بتنزل لتحت او بتنزل ظهرها مايل لقدام. فانا اهم حاجه ابقى مسخن كويس وابقى عارف التكنيك صح بس. وطبعا في بقى حالات معينه ما ينفعش، يعني لو حد مثلا عنده ديسك او كده طبعا هيبتدي ان هو يبدا واحده واحده، او مركب مسامير او شرايح في الظهر. يعني بالزبط العمليات دي اعتقد بتعمل يعني بيبقى ليهم طبعا اكيد اسلوب معين في التعامل مع الكيسز دي. طب شريف، بما ان انت شخص حقق حاجه كبيره جدا، خس قلنا فوق ال 55 كيلو، تقول ايه للناس اللي قاعده بتتفرج علينا ولسه ما خدتش القرار انها تخس او انها تروح جيم، او لسه ما غيرتش حياتها، او لسه عندها اوفر ويت كتير مؤثر على صحتها ولسه ما بداتش؟ اهم حاجه ان الواحد يبقى عارف ان هو مش داخل على بس مرحله شهر او اتنين او خلاص هيخس ويرجع تاني ياكل طبيعي. الموضوع بياخد وقت، والموضوع لازم يتقلم انه يبقى لايف ستايل، ولازم يبقى عارف ان هو هيبتدي مش هيضحي بس هيبتدي الموضوع يبقى صعب بالنسبه له في الاكل وكده. بس اول لما يحس ان هو عمل فرق فعلا
وابتدى يبان عليه والناس قالت له فعلا الموضوع بيبقى ورث جدا وبيبقى يعني بيبقى هو عايز يكمل من نفسه. فهو اهم حاجه تطلع في الاول بس. طب حياتك قبل في كلمه وحياتك بعد في كلمه، لازم نموتيفيت الناس كده، لازم نشجع. فحياتك قبل في كلمه واحده وحياتك بعد في كلمه واحده. حياتي قبل في كلمه يعني ممكن اقول كسل بس مش اكتر، اللي هو مش قادر اتحرك، مش قادر اروح، مش قادر اجي. بعد اللي هو بقى بقيت عايز اجرب، عايز اعمل حاجات كتيره، عايز اتمرن، عايز نشيط، نشاط الاخر. نورتنا يا شريف. ميرسي، ربنا يخليك. نورتنا جدا يا شريف بجد، ميرسي على وجودك معانا وميرسي على الاكسرسايزز والتمارين الحلوه دي. ملناش حجه بقى يا مها، مش كده؟ في البيت اهو بمات ودمبل، ما عندكيش هاتي. انا بشوف ناس بيجيبوا ازازه كولر، بيجيبوا اي حاجه بيتصرفوا يعني. صح. فاحنا فعلا ما عندناش حجه. 10 دقائق في البيت غيروا حياتكم. انزلوا الجيم يا جماعه، مش قادرين نعملوا تمارين في البيت، لازم يكون زي ما شريف قال لايف ستايل، لازم ناكل بشكل سليم، لازم نخاف على جسمنا عشان صحتنا مش اكتر. لانه في والاساس يا جماعه هو الاراده، ومن اراده الفرد لاراده الشعب كان القرار. فيلم القرار، واحنا بنتكلم النهارده 3 يوليو وهو خطاب تاريخي مهم جدا، هنتكلم عنه في الفقره اللي جايه، وهنتكلم كمان عن انجاز مهم جدا هيتم النهارده على ارض مصر. كان في يوميا بيحصل مظاهرات من بعد الاعلان الدستوري، وكانت تحديدا كمان قدام مقراتهم هنا في بورسعيد مقر الحريه والعداله، وكانت احداث دمويه كمان، لان كان يعني هم بيتعاملوا مع المتظاهرين بعنف شديد جدا. يوم 28/6 حصل ان احنا كنا مجتمعين في هذا المكان، حصلت قنبله الغدر اترمت علينا، جت في صدر الشهيد صلاح، وقع بيها على الارض، جرينا عليه عشان نحميه منها او عشان ناخدها منها، انفجرت فينا كلنا، لكن هو عشان كان نايم فوقها فهو تحملها كله، للاسف انقطعت راسه عن جسده. طبعا كان انفجار شديد جدا، هز الارض لدرجه ان كل اللي كانوا حواليه اصابوا، يعني اصيبوا باصابات بالغه. يعني في هنا اصابات اهي موجوده، ظهر هي اللي موجوده في دراعي، في رجلي اصابات شديده وجروح كتير جدا. ده عباره عن شحم دخل تحت الجلد ما بيطلعش، كان في بارود قعد يطلع من جسمي لمده شهور، بطلع حاجات معدنيه من جسمي. صلاح معيش الا هو، مش احتمل ربنا، وربنا افتكر خده تاني مني. صلاح طيب وحنين ويحب الخير للناس، يحب بلده، يحب مصر. ده المكان اللي حصل فيه الانفجار، الشهيد صلاح الله يرحمه مات في هذا المكان. ما ده اللي يتحبهم، موتوا ولادنا وشعبنا، ده ربنا يخلي السيسي اللي نظف، هو برضه مهما كان برضه حرام، ربنا يحميه. هو بيوصلني بيقول لي ده نفسي اموت شهيد، وفعلا مات شهيد. قلت له بس يا ولد ما تقولش كلمة يا صلاح، تخليني ارجع ما اسافرش ابدا، خد بالك من نفسك. قال لي حد طايل الشهادة، ده اللي بيموت شهيد بيبقى ملك. بس مفيش بس. بعد مرور 8 سنين احنا بنشوف الاحداث وكأنها حصلت امبارح. 8 سنين مرت على ثورة الشعب العظيم ضد الإخوان والجماعة الإخوانية الإرهابية اللي حكموا مصر واللي سلبوا روح مصر. مصر ترد لها الروح في الحقيقة بخطاب العزل. شفنا الكذب والتزييف بتاع الإخوان، وشفنا فيلم قرار شعب القرار اللي بيوثق مرحلة كلنا عشناها بكامل وعينا وإحنا كبار، وفي كمان جيل صغير كده بقى عمره دلوقتي نقدر نقول إيه 8 سنين، بقى عمره دلوقتي 10 سنين، اللي بيعتبر في الحقيقة فيلم قرار شعب. ده بقى 18 بالظبط كده، واللي بالظبط، وده بيعتبر ضربه جديده للجماعه الارهابيه لانه كشف زفهم وحقارتهم ووثقها. وكمان بمناسبه الذكرى المهمه قوي دي
قوي 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 في تاريخ مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان هيفتتح خلال ساعات قليله جدا قاعده 3 يوليو. انا قلت لكم في حدث مهم جدا هيحصل على ارض مصر النهارده، هو افتتاح قاعده 3 يوليو البحريه، وقد ايه اختيار التوقيت هيكون مهم. دلاله التوقيت دايما التوقيتات بيكون ليها دلالات معينه، وده اللي هنعرفه من خلال ضيفنا اللي منوره في الاستوديو، الاستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام ورئيس القسم العسكري. اهلا بيك. أهلا وصباحك صباح الورد. خليني ابدا معاك من الاخر الاول ونتكلم على الافتتاح المهم جدا النهارده، افتتاح قاعده 3 يوليو العسكريه. ايه اهميتها ودلاله التوقيت؟ هو طبعا القاعده العسكريه البحريه 3 يوليو دي مهمه جدا، وفي موقعها ده متميز جدا وموقع فريد جدا، ودي تعتبر اكبر قاعده بحريه موجوده في مصر في الوقت الحالي. احنا شفنا طبعا احنا عندنا 5 قواعد بحريه، اللي هي قاعده شرق بورسعيد وقاعده بورسعيد وقاعده برنيس اللي اتفتحت السنه اللي فاتت، وايضا قاعده اسكندريه، ثم قاعده احنا عندنا القاعده 3 يوليو تقريبا في الجزء الغربي ناحيه في الغربي مطروح. في ناحيه مطروح، هي على بعد حوالي 140 كيلو من ليبيا. هي موقعها متميز جدا، لان انت خلي بال حضرتك ان في تهديدات كتيره جدا. احنا يعني كل منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع استراتيجيه عسكريه جديده للدوله المصريه، واكيد كلنا لاحظناها. الاستراتيجيه دي الاعتماد بناء على التهديدات الجديده اللي بتحصل او اللي بتواجهها مصر. احنا شايفين طبعا محاولات السيطره على شرق المتوسط، محاولات السيطره على باب المندب، تامين التجاره العالميه، هو ده قدر مصر يعني، هو ده موقعها ان الامن القومي بتاعها حدوده في عندنا سوريا، عندنا السودان، عندنا ليبيا ملتهبة. بجانب بقى التهديدات الاهم اللي هي العناصر والتنظيمات الارهابيه العابره للحدود، صح. فكل ده لازم يكون في قوه رادعه قادره انها تسيطر على الوضع وتسيطر على السواحل المصريه بشكل كبير، تبقى نقطه انطلاق مهمه جدا وسريعه جدا لتنفيذ مهام عسكرية داخل مصر أو خارج مصر بما يحافظ على الأمن القومي المصري. فطبعا القاعدة دي قاعدة مهمة جدا، موقعها كمان من أهم المواقع، لأن احنا كده نعتبر مسيطرين بشكل كبير جدا على الجزء المتوسط كله. مفيش أي تهديدات طول ما احنا نمتلك قوة الردع ونمتلك القوة العسكرية القادرة على حماية الأمن القومي المصري، مفيش حد هيقدر يهاوب ناحية مصر. ده اللي احنا لاحظناه خلال حتى مواقف كتير حصلت من سيادة الرئيس لما قال في ليبيا ان خط سيرة الجفرة خط احمر، بناء على القدرة والقوة العسكرية اللي تمتلكها مصر. فعلا كانت سيرة الجفرة خط احمر، وبعديها تم يعني ما حصلش اي تهديد مسلح او صراع مسلح بين العناصر اللي موجودة في ليبيا، وتم سحب التنظيمات الإرهابية، وتم بعد كده حصل الاتفاق اللي بينهم، وفي انتخابات رئاسية هتتم في شهر 12. كل ده بناء على القوة الرادعة. مصر في استراتيجيتها القواعد العسكرية الجديدة زي ما احنا شفنا في قاعدة محمد نجيب العسكرية وفي قاعدة برنيس العسكرية، الاتجاه للقواعد العسكرية اللي بتضم كل أفرع القوات المسلحة، بتضم الأسلحة المشتركة للوصول لأقرب نقطة موجودة. كل ده بالتعاون طبعا مع الجيوش والمناطق العسكرية والقواعد البحرية اللي موجودة بجانب الأسطول الشمالي والأسطول الجنوبي. عشان كده احنا امتلكنا أسلحة حديثة جدا من القوات في القوات البحرية، وتنوع مصادر السلاح دي كانت خطوة مهمة جدا، تنوع مصادر ان احنا ما نبقاش تحت رحمة جهة معينة. بالظبط، احنا كنا قبل 2013 بنعتمد، او من 2011 وقبلها كنا بنعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير. عشان كده حضرتك هتلاقي ان ابتداء من 2013 التحديث والتطوير اللي تم في القوات المسلحة كان بشكل كبير جدا. ليه؟ لان اخر قطعة بحرية كانت موجودة لغاية سنة 2014 كانت من الثمانينات وبداية احنا التسعينات. معنا برومو وزارة الدفاع عاملاه عن قاعدة 3 يوليو، خلينا نروح نشوفه ونرجع لكم مرة تانية. قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب، قاعدة عسكرية تتوافق منشآتها مع كود القواعد البحرية العالمية،
نطاق عسكري متكامل يشكل قاعدة انطلاق لحماية مقدرات الأمة المصرية على طول الاتجاهين الاستراتيجيين الشمالي والغربي، والتي سينفذ بها المناورة قادر 2021. قاعدة 3 يوليو البحرية، سادة البحار. طيب بعد ما شفنا البرومو ده، انا كنت حابة اعرف هل اختيار التوقيت ده او اليوم ده بالذات 3 يوليو ان احنا نفتتح القاعدة البحرية دي ليه اي دلالة؟ طبعا ليه دلالات كتير جدا. 3 يوليو ده دليل على ان الشعب المصري قدر يزيح اكبر تنظيم ارهابي من الحكم في دولة مصر. 3/7 دي يوم ان التحمت القوات المسلحة وحافظت على قرارات الشعب اللي كان طالبها، وقدرت انها تقف معاه وتحافظ على الشعب المصري. يوم 3/7 يوم 3/7 ده دليل على القوة والقدرة المصرية، القدرة على التغيير والقدرة على اتخاذ القرار والقدرة على الردع ايضا. فكل ده موجود في اليوم ده. فاليوم ده فالقاعدة دي هي فعلا قاعدة بتمثل فعلا الردع، تمثل القوة المصرية، تمثل السيطرة المصرية على أرضها وعلى حدودها وعلى المتوسط. فأعتقد أن ده دلالاته مهمة جدا، ورسائله كتيرة كمان جدا لكل الدول أو كل التنظيمات اللي بتسعى أو تحاول. على سيرة بقى التنظيمات، وإحنا بنتكلم على حروب الجيل الخامس، يعني إحنا بنتكلم على الحرب بالوكالة اللي هو شوية مرتزقة بيتم تسليحهم وتدريبهم ويتوزعوا كده بشكل يعني غير تنظيمي في الدول. مصر دلوقتي بكل القواعد البحرية والعسكرية اللي بتعملها وتحديث السلاح وتنويع مصادر السلاح بتحمي مصر من ان هم يعملوا بؤرة زي ما كانوا عايزين يعملوا ولاية سيناء و الى اخره. بس هم بعد كده هتكون ايه خطتهم، يعني اللي هيترتب عليه؟ لان هم اكيد هيبقوا عايزين يتمركزوا، يعني برضو هتفضل مصر دائما مستهدفة. فإيه نقطة الارتكاز بتاعتهم؟ هو خلي بال حضرتك، هم حاولوا لفترات طويلة جدا ان هم يتنقلوا يروحوا دولة الصومال. حاولوا ان هم يبقوا موجودين في ليبيا، لكن مصر قدرت زي ما قلت لحضرتك انها تسيطر على الوضع في ليبيا بشكل كبير. في بعض دول الساحل والصحراء وفي علاقتهم بتنظيم بوكو حرام، انت شايفة في منطقة الساحل والصحراء دي في عدد كبير برضو من التنظيمات الإرهابية، في داعش، في قاعدة، في بوكو حرام، في عائدين من أفغانستان، في عدد كبير جدا. ولو نلاحظ أن من سنة 2016 مصر أخذت الموضوع ده بشكل كبير جدا، أنها تعاونت مع دول الساحل والصحراء، وكان في اجتماعات مع وزراء الدفاع لدول الساحل والصحراء، وأيضا أقيم أو تم إنشاء هنا مركز لتدريب، مركز تدريب أو مواجهة الإرهاب في دول الساحل والصحراء، ومصر بتدرب عناصر من ضباط القوات المسلحة وضباط الأمن في دول الساحل والصحراء لمواجهة العناصر والتنظيمات الإرهابية. هم بيسعوا إلى أن هم يبقى ليهم معسكر لإعادة نشرهم مرة أخرى في بعض الدول. لكن في الوقت الحالي أو في السيطرة الحالية للدولة المصرية، إحنا مصر الحمد لله قدرنا إن إحنا بشكل كبير جدا إن إحنا نضرب البنية التحتية كاملا للتنظيم الإرهابي اللي كان موجود في سيناء، ونقطع عنه الامدادات اللي جايه من الخارج كلها. احنا شفنا الانفاق تم تدميرها، شفنا السيطره البحريه اللي تمت. اذا هم في حاله عزله، حتى لو موجود منهم ناس فما ما عندهمش سلاح، ما عندهمش قدره ان هم يواجهوا القوات المسلحه المصريه او ينفذوا اي عمليات او ارهابيه في الوقت الحالي. كل ده زي ما بقول لحضرتك بفضل القدره العسكريه المصريه اللي قدرت انها تواجه التنظيم الارهابي اللي موجود في سيناء، وتواجهه يعني زي ما اقول لحضرتك وقلتها قبل كده ان هي بمشرط جراح. ليه؟ لان عشان حتى لا يصاب مدنيين، يعني كانت ممكن القوات المسلحة تخش
تخلص على الإرهابيين صحيح. في سيناء في وقت قليل، لكن عشان موجود مدنيين وموجود عزل موجودين هناك. النقطة دي مهمة قوي طبعاً. لأنه كان المعسكر الأعداء وطيور الظلام بيقول لك ده بيخوفوكوا، يعني هم قصدين يخوفوكوا، هم لو عايزين يقضوا على الإرهاب هيقضوا عليه في وقت قصير، إنما عشان يفضلوا دايما بيخوفوا الناس والناس تفضل متمسكة أو تفضل ساندة جيشها فبيطولوا في مدة الإرهاب. فدي نقطة مهمة قوي. هو عايز أقول لحضرتك على حاجة، عقيدة القوات المسلحة المصرية مش موجودة في أي دولة في العالم طبعا. يعني إحنا لو شفنا الولايات المتحدة الأمريكية، لو شفنا فرنسا، لو شفنا يعني أي دولة في العالم لما بتخش حرب في أي وقت بيتم ضرب واستهداف الأهداف العناصر اللي هم عايزينها، حتى شفنا في العراق، شفنا في سوريا بما فيها لو في مدنيين موجودين، لو في ما بيهمهمش، ما حدش بيهمه حاجه. لكن صحيح. احنا يعني في في كان ضربات كانت هتتم على مثلا تنظيم ارهابي قاعد بيجتمع بكل عناصره، والطيارات بتكون في الجو ويجي لها تعليمات انها تلف وترجع، لان موجود بيجيبوا معاهم اطفال وبيجيبوا معاهم نساء عشان عارفين عقيده القوات المسلحه، يعني هم كمان عارفين عقيده القوات صحيح. المسلحه الارهابيه دروع بشرية، وبيستخدمون دروع بشرية. فالعملية بتتلغي مع ان ده هدف سمين بالنسبة للقوات المسلحة، لكن في عقيدة عسكرية موجودة عند الجيش المصري عمرنا ما هنحيد عنها. طب كلامنا عن العقيدة والقوة واتخاذ القرارات، نروح بقى الفيلم القرار. انا عايزة اعرف رأيك ايه في الفيلم ده، ورأيك ايه في اختيار الشخصيات دي لأداء الادوار دي في الفيلم ده. هو طبعا ده فيلم مهم جدا، لانه بيوثق مرحلة الظلام اللي كانت في، يعني مرحلة الظلام في كل حاجة، مرحلة الظلام في الفكر، مرحلة الظلام في الـ في الـ في القيادة داخل الدولة، مرحلة ظلام بالنسبة لنا احنا كمواطنين مصريين مش عارفين ايه المستقبل. الفيلم فعلا كان المشاعر مختلطة ما بين الفرح بنجاح الثورة وما بين الحزن على الشهداء والحزن من عيون اهالي الشهداء. الفيلم فعلا كان في حاجات كتير وتوليفة كبيرة، وبيوثق الجرائم التي ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابي. تيجي نروح نشوف جزء من الفيلم ده ونرجع تاني. نروح نشوف جزء ونرجع لكم مرة تانية. في المحافظة فرغوا تماما العمل في الجهاز الإداري وتحول المكان لمكتب الحرية والعدالة اللي هنا في آخر كوبري علوي، وأصبح أي حد عايز مصلحة حكومية يروح هناك وهم يشوفوا مدى علاقته بالإخوان، هل علاقته بالإخوان كويسة ولا لا، فيقضوا له المصلحة. علاقته بالإخوان وحشة يبقى ما قضلكش المصلحة. الإخوان المسلمين في سبيل السلطة يعملوا اي حاجه. هو عايزك تهدي شويه، اهدي بس شويه كده، وهو عايز اعرفك يعني احنا عارفين بقى موضوعنا. انا لو لا انا مش ست، ما انا مش عارف حضرتك بتقولي مش انا ست حضرتك لو انت انا راجل ولا ست؟ مش عارفين هي راجل ولا ست. طب انت انت هخش هوا. نرجع لكم مرة تانية بعد ما شفنا، يعني قلبوا علينا المواجع في الحقيقة، مشهد اللي شفناه دلوقتي وكانت أيام يعني مش لطيفة خالص. هرجع تاني لضيفي أستاذ جميل. يمكن الفيلم بين تماما من خلال توثيق يعني وقائع حقيقية حصلت فكرة التمكين الإخواني، وان هم بيخدموا على الجماعه، يعني هم حتى كمان مع يعني كانوا يملكوا من الغباء السياسي ان هم حتى مش بيحكموا الشعب كله، يعني هم مش قادرين يحتوى الشعب كله، لا هم برضو بيخدموا على افراد الجماعه بتاعتهم وتمكنهم من او دخولهم في مفاصل الدوله او مفاصل المؤسسات. وجود شخصيات اتحسبت على المعارضه او معروفين ان هم من صفوف المعارضه في مصر ان هي تكون من اللي بيتكلموا او بيوثقوا كمان هذه الاحداث، ده دلالته ايه في فيلم؟ دلالته ان مهما اختلفت الاراء ومهما اختلفت الرؤى بين افراد الشعب المصري الوطنيين، لكن هم في النهايه واقفين مع الدولة المصرية، وهدفهم ان الدولة المصرية تستمر وتستمر بقوة. طبعا وقتها هم احنا كلنا كشعب مصري عدا طبعا مجموعة التنظيم الإرهابي كلنا عانينا كتير جدا طبعاً. كلنا في وقت من الأوقات يعني كنا خايفين على البلد، يعني البلد بتروح مننا بشكل كبير. احنا شايفين عمليات زي ما حضرتك اتكلمتي عن التمكين، هم جم من أول دقيقة وشالوا كل الناس اللي بتفهم وحطوا من الوزراء، طبعا احنا كنا شايفين طبعا برئاسة الوزراء بالوزراء كلهم اللي هو أهل الثقة مش أهل الكفاءة ولا أي حاجة خالص، ولا أي حاجة ولا مفيش حاجة كفاءة أو مفيش، يعني كان في واحد مندوب مبيعات مسكوه وزير اتصالات صحيح.
صحيح. رئيس الوزراء نفسه ما كانش يعني لا كفاءة ولا تخصص ولا انتماء وطني ولا انتماء ولا التمكين ليس إلا هو عايز يمكن، واحنا والتمكين ده بناء على تقسيمة كانت بتتم بينهم بين تنظيم الإخوان الإرهابي ومجموعة سلفيين. واحنا لو شفنا حتى جاء في الآخر خالص كان في تغيير محافظين وجابوا واحد من اللي شاركوا في أحداث الأقصر اللي هو مذبحة الأقصر، عينوه محافظ الأقصر. يعني بأي يعني ما فيش أي فكر، ما فيش أي أنت بتقول إيه، بتقول إن إحنا موافقين. إحنا شفنا حتى أكبر جريمة حصلت إن هم عزموا قادة قتلت السادات في الاحتفال بستة أكتوبر، وكانوا قاعدين في المنصة كلهم، ما كانش قاعد حد من أصحاب النصر. ولدرجة أنه نكاية في كده حتى يمكن ما حدش خد باله كتير أنه كان مرسي لما كان بيلف بالعربية دي عربية أنور السادات، ده هي العربية الجيب دي. فمن الواضح ان هم كانوا نكاية في الدولة المصرية ونكاية في الجيش المصري. مؤتمر الاستاد الكارثة بتاع بيأيد فيها الارهابيين بتوع سوريا، الارهابيين بتوع سوريا، وعايز يفتح ارهابيين. الاخطر من كده انه تم الافراج عن اخطر مجموعات ارهابية موجودة في السجون المصرية، صح، ونقلهم الى سيناء على اساس ان هم يبقوا موجودين في سيناء. عصام العريان نفسه طلع وقال ان احنا عندنا في سيناء قوات تحاوط سيناء كلها، ورجالتنا موجودين هناك لمواجهه الجيش المصري لو حاول ان هو يقف مع الشعب المصري، لان هم ما عندهمش فكر، ما عندهمش رؤيه، ما يعرفوش يعني ايه الجيش المصري، ما يعرفوش يعني ايه الشعب المصري. هو انت عايز تدخل على شعب يعني بذوره في التاريخ وبتتوارثه الاجيال، هويته بتتوارثها الاجيال، وعايز تغير الهويه المصريه وتقعد تصنف بين المسلم وبين المسيحي بين الاخواني؟ هو ثراء الهويه المصريه في التنوع. يعني احنا ما بنقول الاعمده السبعه للشخصيه المصريه بالزبط. فدي حاجه بالعكس، دي بتقوي الشخصيه المصريه اكتر. ده هم مش قسم البلد مسلم ومسيحي، لا ده مسلم وتبع وفي تبع الاخوان او مسلم مش تبع الاخوان، او يعني ابتدى يقسمها بشكل كبير جدا. حتى ومجزرة أبو النمرس برضو كان بدأ يدخل في سنة وشيعة، يعني هو كان بدأ يخلق كمان، كان بدأ يخلق مشاكل ويخلق أزمات. وتخيل للحظة أنه قادر أنه يقدر بالمجموعات اللي كان بيقعدها في أو بتنزل تضرب في الناس في الشوارع أو بالتهديدات، أنه هو يعني هل في دولة يعني بيقودها مجموعة أو بيقودها رئيس بيهدد بها الشعب؟ يعني انت لو نزلت يوم كذا احنا هنتبحك، الدم هيبقى للركب، اللي هيرشه بالمية هنرشه بالدم. يعني مفيش اي دولة يعني ما فيش. وبعدين دي مش عقيدة الشعب المصري اصلا انه هيخاف، يعني مهما هتخوفه هينزل برضو، ومهما هتخوفه هيشيلك زي ما جابك للأسف الشديد يعني في وقت مظلم، هيشيلك من مكانك وهيجي اللي هو بيثق فيه واللي هو عارف انه هو يحميه وعارف انه هو هيقدره. وبعدين خلي بال حضرتك، هو ساعة كتير جدا لضرب الجيش المصري او محاولة تشويه الجيش المصري، او ان الجيش المصري مش قادر يسيطر على الوضع في سيناء لما اتخطف منه الست جنود، ولما قتلوا طبعا بمشاركة من رئيس الجمهورية، ان هو كان يعلم جيدا ان في عملية هتتم اللي هي بتاعت قتل الرفح. كل ده حاول ان هو يوري ان الجيش المصري قدام الشعب مش قادر يسيطر على الوضع. لا، هو الشعب المصري ده في تلاحم وفي حاجة محدش يعرفها بين الشعب والجيش، لان الجيش هو الشعب. فانت طب مش هتخش تضرب في الجزئية دي. طيب احنا الفترة دي يعني فترة اتلحق بينا الاذى بكل الاشكال، خلينا نتكلم بقى عن الحاجات اللطيفة، عايزين نعرف او الحاجات الجميلة والمشرفة الفترة دي، عايزين نتكلم عن تطوير وتسليح الجيش المصري. هو طبعا زي انا ما قلت لحضرتك ان في البداية ان الاستراتيجية الجديدة اللي وضعها سيادة الرئيس منذ ان تولى في 2014 إعادة تسليح الجيش المصري بما يتماشى مع التهديدات وتنوع مصادر السلاح، ان احنا ما نوقفش. انت خلي بال حضرتك ان الاول لما بعد 30 يونيو الولايات المتحدة الامريكية قطعت عننا وقفت المعونة العسكرية، ومش وقفت المعونة العسكرية وبس، لا دي منعت
انها تدينا صفقة الاف 16. اه بس مصر قدرت تلقنها درس بتنوع مصادر السلاح. بتنوع مصادر صحيح. السلاح طبعا ان مصر اتجهت لفرنسا، اتجهت لروسيا أخرى. اتجهت لالمانيا، اتجهت لدول العالم كلها وانفتحت على كل احنا دول احنا ممكن العالم. على فكرة نقعد سنين وسنين نتكلم على الاعجاز والانجاز اللي حصل في خلال 8 سنوات، لكن طبعاً الوقت خلاص ازف بينا. فطبعا احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا وصباحك صباح الورد، وصباح الورد عليك يا سلمى. صباح الفل يا ماما، وصباح الفل على كل مشاهدينا في كل مكان. استنينا كل يوم من السبت الاربعاء من الساعه 9 للساعه 10:30 صباحا. مش بس كده، كمان تابعونا، هيكون معانا التغطيه لهذا الافتتاح المهم جدا. أيوة. واحنا بنتكلم على قاعده 3 يوليو البحريه العسكريه على شاشه قناه 10. وصباحكم صباح الورد.